هذيك لاثر الضجه انا فاهمه. هذيك الصوره كان يومها يوم عيد ميلادي، تصورنا جوج صور، صوره عاديه اللي غتحط مواقع التواصل الاجتماعي اللي صوره كاي زوج، صوره ثانيه بغات تبقى لينا بالغلط. انت عارفه دابا السمارت فون ودغيا ولي زيكرون، دخلت التصويره اللي فيها اللي يعني ثارت الضجه، ميم با 20 سكوند 22 سكوند يعني شافتها عبير مسحاتها لقينا التصويره تخادت وصلت معفين. هذيك اوكي، هذيك انا كنعتبرها انه صوره يمكن جد بيرسونيل يعني شخصيه جدا وخرجت ولكن بالخطا. اكيد عاتبتها ولكن بالمقابل العتب انا عارفه انه يعني كانت ماشي مقصوده، لهذا تفهمت وكنت يعني عقلانيه يعني في عتابي ليها.